يعني على حسب ما لاحظتوا اننا هذا العمل اللي اشتغلنا عليه هديه للاميره الجليله لاله خديجه بمناسبه ذكرى عيد ميلاد ديالها. وحنا جد سعداء اننا نشاركوا الاسره العلويه في هذه المناسبه الجليله، وبهذه المناسبه نهديو لهم اغنيه تحت عنوان اميره السحر للباب من اداء من المجموعه الصوتيات التابعه للثانويه الاعداديه مولاي يوسف مديريه انفا. وبهذا العمل تنقولوا حنا متشبثون بجلاله الملك محمد السادس ونقول له نحبك وبالعرش العلوي المجيد والله ينصر سيدي. بكل فرح واعتزاز نخلد اليوم ونحتفل بذكرى عيد ميلاد سمو الأميرة لالة خديجة. هذه مناسبة باش نعبروا على طبعا الفرحة ديالنا، واللي من خلالها ترجمت لواحد الإبداع ديال أغنية جميلة اشتغلت عليها الإعدادية تنوية الإعدادية مولاي يوسف خلال خمس أسابيع من خلال تكوين أو تشكيل واحد الكورال مكون من 36 تلميذة اللي اشتغلوا على أغنية كانت من يعني إبداع الأستاذ المادة ديال التربية الموسيقية، واللي كان اشتغلوا معاه في إطار شراكة، واللي قام بالتدريبات لمدة خمس أسابيع خارج أوقات الدراسة وشغل مع البنيتات في الإعداد ديال هاد الأغنية. طبعا المناسبة جميلة ما كان إلا أنها تعطينا واحد الإبداع جد متميز لا من خلال الكلمات أو كذلك من خلال الألحان، ولكن خاصة من خلال أداء 36 تلميذة اللي من خلال هذا الأداء استشفينا أن هناك واحد الحب عميق وواحد دلالة قوية للالتفاف حول العرش العلوي وكذلك حول الأسرة العلوية. هذه مناسبة كذلك لأن أتقدم باسم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمديرية أنفا بأحر التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللأسرة العلوية وكذلك الأميرة لالة خديجة، الأميرة التي تسحر الباب كما جاءت في عنوان الأغنية. اسمي لميس الحضري، نيابة عن تلميذات وتلاميذ الثانوية الإعدادية مولاي يوسف. نحن جد سعداء كمجموعة صوتية تحت إشراف أستاذ رشيد الأضغيري أن نشارك فرحة الأميرة جليلة لالة خديجة بذكرى عيد ميلادها، ولنا الشرف بتقديم أغنية نبارك من خلالها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وللأسرة العلوية بهذه المناسبة.